انتهت عملية الاقتراع مع إغلاق المراكز الانتخابية في محافظات إقليم كردستان العراق التي شهدت إقبالاً مكثفاً للناخبين الذين اصطفوا في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الثالثة حتى اللحظات الأخيرة قبيل إغلاق صناديق الاقتراع. اليوم تصوتني بالبرلمان الإقليمي الكردستان بالحرية بالديمقراطية وبالمستقبل الفريح. أنا فرحانة لليوم تصوتت وأنا فرحانة وأنا للحر تصوتت يعني أزادي الحرية. معظم من سألناهم من الناخبين هنا اعتبروا الانتخابات عيدا قوميا للأكراد الذين حظوا بفرصة انتخاب برلمان خاص بهم، وهو الأمر الذي لم يحققه أكراد سوريا وتركيا وإيران. اليوم عيد الأكراد كلها، احنا سعيدين هواي بهاي الانتخابات، ان شاء الله موفقية للحكومة، ان شاء الله اعلان الدولة الكردية. مفوضية الانتخابات اغلقت صناديق الاقتراع دون تمديد. ابرز ما يميز هذه الانتخابات هو دخول الحزبين الحاكمين بزعامة بارزاني وطالباني الى الانتخابات بقوائم منفردة، وهو ما يطرح كثيرا من التساؤلات عن مصير ومستقبل الشراكة بينهما بعد الانتخابات. طارق ماهر، سكاي نيوز عربية، السليمانية.